مما لا شك فيه أن المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة هي معركة رئاسة الجمهورية، وهذا ما يجعلها من أشرس المعارك خصوصا بين زعامات المناطق الثلاث البترون بشري وزغرتة، على اعتبار أنها من الدوائر المسيحية الكبرى في لبنان. يتبارز المرشحون في هذه الدائرة لحصد أكبر عدد من الأصوات بهدف تحديد الأحجام في الشارع المسيحي، ومن جهة أخرى تصب أعداد كبيرة من المرشحين جهودها بهدف تحجيم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإسقاطه في عقر داره. هذه الدائرة تضم 10 نواب مسيحيين، 7 موارنة و3 روم أرثوذكس، موزعين على الشكل التالي: 3 مقاعد للموارنة في زغرتة، مقعدان للموارنة في البترون، مقعدان للموارنة في بشري، و3 مقاعد للروم الأرثوذكس في الكورة. تتصارع الأحزاب المسيحية في تلك الدائرة وتسعى لاستقطاب مستقلين فضلا عن أصوات الناخبين السنة التي تقارب 21 ألف صوت، إضافة إلى قوى المجتمع المدني التي بدأت تنظم صفوفها شيئا فشيئا. لنطلع على أعداد الناخبين المسجلين في هذه الدائرة. بحسب الدولية للمعلومات، بلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة الشمال الثالثة 258,376 ناخب، منهم 26,682 في الخارج، وتوزعوا على الشكل التالي: البترون 62,556، منهم 6,416 في الخارج، الكورة 62,895، منهم 6,026 في الخارج، بشري 50,874، منهم 6,048 في الخارج، زغرتة 82,051، منهم 8,192 في الخارج. حتى الساعة كيف تبدو خريطة التحالفات في الانتخابات المقبلة؟ حتى الآن هناك 5 لوائح تستعد لخوض المعركة الانتخابية: المردى وحلفاؤهم، لائحة القوات اللبنانية، لائحة التيار الوطني الحر، رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض الذي سيتحالف مع الكتائب اللبنانية ومجد حرب، إضافة إلى لائحة المجتمع المدني الممثلة في تحالف شمالنا. من المفترض أن يرأس النائب توني فرنجي كما الانتخابات السابقة لائحة المردة التي حصدت عام 2018 أكبر عدد من أصوات الناخبين بتحالفها مع السوري القومي الاجتماعي وبطرس حرب، ما أدى إلى حصولها على 4 مقاعد نيابية. إلا أنها هذه المرة لن تستطيع الحفاظ على هذا الرقم بسهولة، لأنه أولا وحتى الساعة لم يحسم القومي موقفه بعد، ومن المرجح أن يوزع أصواته بين مرشحين: الأول مع تيار المردة والثاني مع التيار الوطني الحر، وثانيا لأنه تلقائيا خسر أصوات بطرس حرب. على مستوى القوات اللبنانية بات محسوما أيضا خروج حزب الكتائب من اللائحة وخسارة نحو 2500 صوت، ما جعل عدد أصوات القوات في هذه الدائرة 33,000 صوت. ولا بد من الإشارة إلى أن القوات اللبنانية حصلت على 3 مقاعد في الدورة الماضية، وهي بعد ترشيحها للإعلامي غياث يزبك في البترون وتوجهها إلى إعادة ترشيح فادي كرم في الكورة. مجددا أعلنت ترشيح النائب سريدة جعجع والنائب جوزيف إسحاق عن مقعدي بشري. على ضفة التيار الوطني الحر بات محسوما خروج النائب ميشيل معوض الذي حصدت 8,571 صوت، إضافة إلى خسارة الصوت السني في الكورة الذي حصل عليه من تيار المستقبل والذي بلغ 700 صوت. زد على ذلك الأصوات الشيعية على الرغم من قلتها والتي لم تحسم قرارها بعد من ناحية إما دعم فرنجية أو باسيل، ما يجعل مجموع أصوات التيار لهذه الانتخابات 21,000 صوت. كل تلك الظروف تجعل لائحة باسيل تنافس على المقعد الثاني ولكن بصعوبة، علما أن هذا الأخير حصد في انتخابات 2018 أكبر عدد أصوات وفازت اللائحة آنذاك ب3 مقاعد نيابية. يخوض تحالف شمالنا الانتخابات والذي ولد من صلب ثورة 17 تشرين ممثلا قوى المجتمع المدني والقوى التغييرية، والذي يعول عليه في انتخابات 2022، حيث أشارت بعض الإحصاءات إلى إمكانية إحداث خرق خصوصا بعد خروج الائتلاف بورقة سياسية واضحة تقارب هموم الناس. وقد ترشح عدد من الأشخاص على هذه الأقضية الأربعة على أن يتم إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين العشر النهائيين. اللائحة التي سيرأسها ميشيل معوض والمتحالفة مع الكتائب ومجد حرب ستنافس على أكثر من مقعدين في الدائرة، غير أن المعركة المحتدمة ستكون على المقعد الماروني في البترون، حيث تبنى حزب الكتائب ترشيح حرب الذي حصد والده في الانتخابات الماضية ما يزيد عن 6,000 صوت، ما يجعل الحصيلة المرجحة لأصوات اللائحة 17,000 صوت.
ولا بد من تسجيل حضور المرشح ويليام ملحم طوق في بشري الذي نال في الانتخابات الماضية 4649 صوت، والذي لم يحسم تحالفاته حتى الساعة بعدما كان في الدورة الماضية مع المردة. تدرك الزعامات والقوى السياسية خطورة الانتخابات النيابية المقبلة، فهي تعرف جيدا أن مزاج اللبنانيين لا سيما الشباب منهم بات راغبا في رسم مشهد برلماني جديد. فهل يترجم هذا التغيير على أرض الواقع في دائرة الشمال الثالثة أكثر الدوائر احتداماً؟